امسك يا سادة. الناس اعصابها ال130,000 اللي هنا اي كرة تبعد عن لاعب من مصر متر واحد تبص له يتخضوا. عبد الرحيم يوسف، مجدي عبد الغني، خطيب حلوة، حاجات اللي بتعجب المتفرجين الحلوة بتاعت الخطيب. خطيب واخد احسن لاعب في افريقيا طبعا. يلا يا عماد الخطيب هات وخد ثاني. يلا يا عماد، يلا يا عماد، هذا سربع معلش. انما في باك بيزقه، في باك بيزقه. القانون ما يسمحش لاي باك يزق فرود رايح يحاول، هو ما بيحطش رجله، هو بس بيقف قدامه وقانون يسمح له. ولما يلاقي الحكم ان ده بيضايق الجول ازل من لازم يدي ضربه حره غير مباشره، لكن الدفاع ملوش حق انه يزقه ابدا ابدا ابدا. كره مع الجزائر بيطلعها بره، ابراهيم يونس بيرجع ثابت البطل. فات 7 دقايق من الشوط الثاني ولا زالت النتيجة التعادل. لعبة ثابت طويلة بيرجعها فريق الجزائر لمجدي. طولت من مجدي. يخش علي تروح منه أوت. طويلة ورا علي. طويلة ورا علي. زعق اللاعب نمرة 14 ضحك على الحكم. خلى الدفاول ضد علي حتى ما عملوش حاجة. إنما زعق على امل نمرة 15 تلمساني ابو شعر طويل ده بشماله حلوه. يلا ربيع ياسين يطلعها بره اوت. لكن اقول ان الجزائر بتلعب تاني هاف تايم بتحاول تجيب جول، لان هذا الماتش لغايه دلوقتي مش لصالحها، فهي بتهاجم اكتر عاوزه تجيب جول، لان التعادل 0-0 في صالح مصر. لسه كوره معاهم، لسه كوره معاهم. يلا يا ربيع، ابراهيم يوسف، يلا شوي غريب، علاء نبيل، التلاتة وياه، التلاتة وياه، بتتلعب بالعرض، خطيب، يلا، فوق الخشبة، معلش، جايات أكتر من رايحات، فوق الخشبة، معلش، رجال القوات المسلحة اللي ورا الجول اللي بيشرفونا في كل مكان، في كل مكان، ابطال 6 اكتوبر 10 رمضان. ليه؟ كويس زي بعض. خش مجدي عبد الغني تتلعب من وراهم، وهجمه من الجزائر، هجمه وثاني بشوط هتروح الى ثابت البطل لانها عملت بنت. ابراهيم يوسف وربيع ياسين يلعب قدام، ربيع ياسين لابراهيم يوسف على الارض، خطيب، لا شوي غريب، لسه راح علي شحاته. الخطيب بسن الجزمه دي الحاجات المشهوره بيها الحلوه الصغيره، اطلع والشمال خالص ربيع ياسين، ربيع ياسين هوبا، لا ترجع، ترجع بره اوت. معلش يلا يلا بقى، يبا، دو 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 دو.
حجز دول حلو 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 نبيل وفات 12 دقيقة 1-0 12 دقيقة 1-0